السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ احب اشكر الطلبه النهارده اللي شاركوا في الاكتيفيتي الخاصه بمحاضرات الفيس تو فيس، واقول لهم اتمنى لكم يا رب النجاح والتوفيق والاستمرار في المشاركه في الاكتيفيتي، واتمنى من الناس اللي ما شاركتش انها تشارك في المراحل القادمه والاكتيفيتي القادمه للمحاضرات الفيس تو فيس، لان طبعا المشاركه مفيده جدا بنستفيد منها وبتساعدنا في المذاكره. الطلبة اللي حاصلين على المركز الأول